صعب في مدرسته أو لما يكتشف موهبته وينميها، لأن شباب مصر وأطفالها هم أملها الكبير اللي عمره ما خذلها. دلوقتي هنفتح باب المداخلات للحضور الكرام. مساء الخير، ازيك يا ست الرئيس؟ أهلا يا حلوة، ازيك؟ الحمد لله، كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيب وانت بخير وصحة وسلامة. ربنا يخليك ويخليك يا جميلة. أنا اسمي روان سيد أحمد، أنا عندي 10 سنين، أنا بنت من أبناء قصر ثقافة الأسمرات، وليا الشرف إن موهبتي طالعة من قصر ثقافة الأسمرات، وأنا موهبة الشعر. ما شاء الله. هلقي لحضرتك شعر بعنوان طوبك الأخضر للشاعر حشمة الصادق. طيب اتفضلي. طوبك الأخضر بيوحشني جوي لونه، وانا في البعد عنك دايما بقول فينه، واسرح في لونك في نظرة عيونك، في اسمك في رسمك الهي يصونك، الهي يجعل مخدر نجيلك، وبكره هجيلك واشرب من فناجيلك، وامسح دموع الغربة في منزلك، يا لابسة ثوبك من جريد النخيل، وبني بيتك على شط نهر النيل، يا مزوجة الشباك يا منورة الجناديل، يا نهر جاري من الكرم ما يعرفش معنى بخيل، يا صاحبة الجلة والصحن والحلة، يا ايد ماسكة الرحايا وايد تصرب الغلة، يا نايمة على سرير فيه 300 ملة، اصيلة بصحيح وتملي مشرفاني، امال ليه بقولك يا مصر وحشاني، يا مصر وحشاني. جميل جميل والله، ما شاء الله عليك. هنكمل بقى على طول المدرسه وبنذاكر كويس. بنذاكر كويس؟ ايوه. يعني بنطلع الاول كده؟ ايوه. على الولاد وكله، على الولاد مهم جدا. شكرا يا روان. مساء الخير يا سيادة الرئيس، أنا اسمي يوسف عبد الله، أنا طالب من طلاب مبادرة جيل جديد. إحنا بنحب سيادتك يا سيادة الرئيس، وبنشكر حضرتك على مبادرة جيل جديد اللي إحنا فيها اتعلمنا حاجات كتير، وشفنا الإنجازات اللي اتحققت في بلدنا زي قناة السويس الجديدة وعن فتح يا مصر متحف الحضارات، وكمان في المبادرة كلمونا عن الشهداء وعلمونا معنى الشهادة، وعرفنا إن الشهداء دول هم الناس اللي بتموت وبتضحي بحياتها عشان احنا نعيش. انا قلت للضباط لما اكبر نفسي ابقى زيكم، قالوا لي اهتم بدراستك وبصحتك وان شاء الله لما تكبر هتكون ضابط. ربنا يخليك لينا ويبارك في حضرتك، انت اللي خليتنا بجد نحلم ونصدق حلمنا. ربنا يكرمك يا يوسف، ولازم يا يوسف تصدق حلمك. وانا اكبر منك شويه، كنت بمشي في لما امشي يعني فشوف مناطق صعبة. أنا قلت الكلام ده قبل كده يا يوسف، وأنا إنسان عادي يعني زيك كده برضه صحيح، فكنت أقول لو إيدي طالت هعمل حلو. كان إيه؟ كان حلو. كان حلو وربنا أراد، و إحنا في جزء من الحلم. طب الحلم خلص؟ لا لسه الحلم لسه. ايه مخلص بيكوا ان شاء الله، وان انا اشوفكوا في احسن حال، انت وكل الناس اللي زيك، مش بس هنا في كل مصر، طالما الناس كلها بخير وسلام وفي احسن حال، انا بقى الحلم كده ماشي في طريقه. فاحلم، اوعى تبطل حلم، مش انت وبس عشان صغير، الصغير والكبير، لان ربنا موجود. ربنا ايه؟ موجود. وتحلم ويحقق لك حلمك لما تجري عليه، وتحلم وكل ما حلمك مخلص وامين وكمان جميل هتلاقي ربنا بيساعدك. هتلاقي مين؟ ربنا بيساعد، وربنا فوق الكل بقى صاحب الملك كله. ف احلم، كلنا نحلم ونجري على حلمنا، وربنا موجود ان شاء الله مجبور الخاطر.
شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. زي حضرتك يا سيادة الرئيس. اهلا وسهلا. حضرتك ده شرف لينا جميعا ان حضرتك تبقى موجود معنا النهارده. اتفضلي. حضرتك انا نعم امام حي الاسمرات، مامة محمد محمد، في مبادرة الجيل الجديد، وانا قاعدة في حي الاسمرات، وده شرف لي ان انا اكون موجودة في حي الاسمرات. انا بشرف بيه في اي حتة ان انا من حي الاسمرات، والبركة في حضرتك. طب انا هقولك بس عشان قبل ما تكملي كلامك، والله العظيم انا بحلف ده شرف لينا ان احنا نقدر نجيب الناس وتقعد في الاسمرات وفي كده. انا بحلف بالله. ربنا يخليك لينا يا رب. يخليك. ربنا يخليك. حضرتك معايا ابني برضو في مبادره الجيل الجديد، كنت حابه اتكلم عن اللي احنا حاسين بيه. اتفضل. حضرتك غيرت المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، واحنا كمان اتغيرنا، وكمان المبادره بتعيد تربيه اولادنا. بجد يا ريس مفيش كلام يوفي حق حضرتك، فعلا ربنا ينصرك يا رب. شوف انا هقول لك على حاجه. اتفضل. انا كنت المفروض ان انا يعني ارحب بكم الاول واقول لكم كل سنه وانتم طيبين جميعا ورمضان كريم، وكمان اقول لاشقائنا المسيحيين واهلنا لان هم كمان صايمين زينا كده، فهم كل سنه وهم طيبين. اتفضل. صحيح، لكن عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. احنا زي ما قلت ليوسف كده، احنا كنا بنحلم بالموضوع دوت وربنا سبحانه وتعالى اراد، بس كل ما هتعملوا اكتر انتم بقى، انتم مع نفسكم مع اولادكم، هتخلوا الحلم ليه معنى اكبر من كده بكتير. لان اولا احنا كلنا اولاد مصر، وبالمناسبه يا اختي يا نعمه انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. محدش مننا ليه فضل عليكم، ده الفلوس دي فلوس مصر، يعني مش صحيح ده؟ ربنا يخليك ويخليك. انا بقول لكم عشان الكلام ده اللي كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي، حضرتك والناس اللي موجوده هنا وحتى الناس اللي في بيوتها، احنا ما بنجيبش، حدش بيجيب حاجه من جيبه، بس كان هيبقى جميل قوي ان احنا نحس ان كل اللي بنعمله ده كمان انتوا مع بعضكم تحبوا بعض اكتر وتساعدوا بعض اكتر، عشان يعني مش عايز اقول ندفن كل اللي فات ونبص لقدام لاولادنا ولينا ونحسن. هو الدفن فعلا. يعني عايز اقول لك ايه، انتوا مع بعض واحنا معاكم، وصدقيني لما بتكلم مع المسؤولين بقول لهم عايزين نعمل برامج مخلصه. برامج ايه؟ مخلصه. يعني ايه؟ يعني نبقى مش يعني يبقى من قلبنا ان احنا بنجري ونغير ونساعد بعضنا، عشان انتوا اهلنا، عشان انتوا ايه؟ اهلنا. اهلي انا اتشرف ان انتوا اهلي. يا ربي. عشان بس النقطة، انت هتتكسف تقول لي ايوه اهلي. امال ايه؟ ما انا قلت لك انا راجل بسيط يعني زيكم كده. انا بتكلم بجد. بركة في حضرتك يا ريس. البركة في ربنا، هو ربنا اللي عنا على كده، والشكر دايما موصول لله ان هو اللي ساعدنا ووفقنا ان احنا نعمل ده، فنقول له متشكرين يا رب. الحمد لله. الحمد لله. المهم اكتر الحمد لله. الحمدك مش كلام، الحمد مسار، يعني طريق نمشي فيه. الطريق ده ان احنا نعظم كل حاجة موجودة معانا. لو حد فينا ما بيقراش ويكتب، وحد فينا بيقرا ويكتب، ما نستكترش على نفسنا ان احنا نعلمه. لو حد فينا ما بيشتغلش، وحد فينا بيشتغل شغلانة كويسة، ما نستكترش ان احنا نعلمه. ما فيش حد بينا ضعيف، ما حدش منا يبقى فقير. صدقيني انا بقول الكلام ده لكل المصريين، مش لحضرتك ولا للناس بتوع الاسمرات ولا بشاير ولا اهالينا، لكل الناس. طول ما القلوب تبقى مع بعض لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيساعد ان شاء الله، يساعد بافكار ويساعد بدعم ومسانده انا ما اعرفهاش، هو ربنا بقى اللي يعمل ان
ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه. طيب. عايزه تقولي حاجه ثانيه؟ ايوه عاوزه اقول اتفضل. حضرتك مبارد الجيل الجديد، حضرتك البركه في حضرتك، هي فعلا غيرت اولادنا، يعني احنا لقينا في تغيير فعلا، الاولاد اهتموا بالدراسه والرياضه، وكمان بقوا حريصين ان صورهم تبقى موجوده في في رحله الشرف اللي بتتعمل في نهايه كل فعاليه للمبادره. فعلا الاولاد اتغيرت، وبجد يا ريس يعني احنا مش انا مش لاقيه كلام ما اقوله لحضرتك. حضرتك كمان يعني انت الوحيد اللي افتكرتنا، فعلا انت اللي خليتنا نحس ان احنا زي باقي الناس، انت الوحيد اللي افتكرتنا ونصفتنا، احنا بظهرك ووراك. ربنا يبارك لك ويعينك ويقويك وينصرك ويخليك لينا يا رب. متشكر جدا، وربنا يقدرنا على كل حاجه جميله. واللي اتعمل ما اتعملش بيا لوحدي، اللي اتعمل اتعمل بينا كل ده، في ورا كل حاجه بتتعمل في مصر ناس كتير، فمش انا يعني، كل الناس المسؤولين الموجودين معانا هنا، واللي حتى اللي مش موجودين معانا ليهم دور في ده، وانا يعني فرصه ان اقول لهم متشكرين واكتر، متشكرين ونشتغل اكتر. انا بس حاجه عند نقطه مهمه انت قلتيها، ان قلت ان الولاد وكده، انا عايز اقول لكم على حاجه، المفروض ولادنا دول ولاد وبنات ما يشوفوش فينا ابدا تعبير مش جميل. انا بتكلم مش على حضرتك، حتى لما بنلاقي يعني عمل يعني في دراما ولا كده، المفروض ان احنا الفاظنا، احنا بنتكلم وبنحسن من كلامنا وبنحسن من سلوكنا، وبالتالي عشان نعمل ده احنا محتاجين كلنا نراقب نفسنا. الكلام اللي بيطلع من هنا يعني حسيب رقيب بيتحسب علينا ومتراقبين فيه. فاحنا يعني اصل النهارده يوم جميل بصراحه، والله العظيم بيك يا ريس وبيكوا كلكم، انا في وسطكم كده في نعمه كبيره. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. الله يخليك. وانت طيب. شكرا لك. مساء الخير يا ريس. اهلا وسهلا. انا منال علي سعيد، غريمه من الغريمات اللي اتفرج عليها اول يوم رمضان. حبينا نيجي النهارده ونشكر حضرتك ونقول لك شكرا ان انت فرحتنا باول يوم رمضان وسط عيالنا، وربنا يسعدك زي ما اسعدتنا في فطار وسط عيالنا. احنا كنا في ضيقه وكرب شديد، وحضرتك اللي فكت ضيقتنا وكربنا. احنا مضينا اصالات وجبنا احتياجات اكبر من طاقتنا، بس جايين النهارده نوعدك ان عمرنا ما هنعمل كده تاني، وربنا ما يرميك في ضيقه. امين يا رب. وينصرك ويقويك. امين. ويقدرك. امين يا رب. ويسعدك. أمين. ويكبر بخاطرك زي ما جبرت خاطرنا كلنا. شكرا يا ريس. لا استني يا ست منال، شوفي عايز اقول لك على حاجه، انا فرصه ان انتم موجودين معانا، وانت تعتبري حضرتك تجربه حيه، يعني تجربه حيه، انت يعني مشيتي الطريق ده وشفتيه، ومهم قوي ان احنا مش ان احنا نحلينا المساله بالطريقه ديت، لكن ان الناس اللي بتسمعنا واكيد اهالينا اللي بيروحوا يعملوا كده، وحتى اللي بيشتغلوا معاه، وحتى اللي هم يعني بيعملوا عليهم الاصالات، ما من فضلك يعني ما تقولي لنا التجربه ديت. اصعب تجربه. لا قولي لي يعني، انا اسف يعني، شويه تفاصيل نسمعها كلنا، الحكايه دي بتتعمل ازاي، والرقم بيبقى رقم حقيقي ولا مبالغ فيه يعني. انا حضرتك مبلغي كله 45,000، كان الحكم اللي انا بنفذ فيه اكتر من 70 سنة، قضيت اللي قضيته، وجيت حضرتك انت فكيت الكرب ده. بس بنصح كل واحد ما يحتاجش وصلات الامانه دي خالص، ولا حد ولا يخلي حد يكسره، لان هي فعلا اكتر حاجه بتكسر وصلات الامانه، واكتر حاجه كسرتنا حرمنا من عيالنا وبعدنا عنه. احنا مش مهما نتكلم مش هنقدر نشكر حضرتك على الفرحه اللي انت فرحتها لنا، والامل اللي انت اديته لنا من جديد، والدنيا اللي انت رجحتنا لينا اللي كنا فاقدينها خالص. ده
طب انا هسالك، كونك قلت ايه ان احنا نجيب على قد يعني التزاماتنا يعني، بس من غير وصلات خالص. لا بغض النظر، ليه بتقولي على قد؟ يعني هل انا عشان كده قلت لك عايز تفاصيل ليه؟ ما كناش بنجيب على قدنا، كان كل واحد بيعاند في اللي جنبه. انا ضمنت حماتي وضمنت جوزي، بس ما مشيناش على قدنا، بصينا الاكبر من طريقنا وبصينا الاكبر من طاقتنا. طب انا هقول لك على حاجه، انت طبعا كان معاكي زمايلك اللي هم كان نفس الظروف يعني، واكيد سمعتوا في اثناء ما انتم موجودين هناك يعني، سمعتوا من بعض حكايات يعني. ايه العنوان، ايه النصيحه اللي احنا نقولها لكل الناس، ومش بس للناس، لحتى للناس اللي بتشتغل بالتاجر يعني، اللي هم بيعملوا الايصالات، بيديك الحاجه ويديك الايصال، تقولي له ايه؟ تقولوا لبعضكم الاول، وتقولوا للناس اللي هم اللي بيعملوا الايصالات دي، نقول لهم ايه؟ اتقي الله، مش هنقدر نقول اكتر من كده. طب هو ال 45 كانوا محسوبين عليك كام يا استاذه حاجه منال يعني؟ يعني اكتر من 200,000، ده لكل واحد فيهم يعني، اللي ليه خمسه طالبهم بال50 وبال70، محدش يحتاج المبلغ بتاعه خالص. وانت مضيت على كده؟ وانا مضيت على كده. يعني هو الاجراء القانوني محدش يعني، اصل في النهايه المحكمه هتاخد بالورق يعني. أيوه. انت فاهماني اقصد ايه؟ ايوه. وعشان كده بنقول ايه، طب انا خدت 45، طب امضي على 45، طب لو في فايده تتكتب الفايده وتتسجل بالتوقيت ما دام انت وافقتي، انما ما بقاش رقم يعني كبير كده يعني. ممكن نكون الحمد لله ان احنا مضينا بالتجربه دي، لان كان ممكن نقع في تجربه اكبر من كده. ربنا يحفظك. بس الحمد لله ان احنا مضينا بالتجربه دي. الحمد لله على السلامه، وربنا والف مبروك. الله يبارك، ربنا يوفقكم. شكرا يا ريس، ومهما نقول لك شكرا مش هنقدر نوفي اي حاجه من اللي حضرتك عملتها لينا. اشكري لربنا سبحانه. نشكر ربنا، وبعد ربنا حضرتك. هو ربنا. شكرا يا ريس. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب يا ريس والشعب المصري العظيم والجيش المصري بمناسبه العاشر من رمضان. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا ريس. بصراحه انا فخور باللي حضرتك بتعمله في الدوله بالنسبه للحياه كريمه والمشاريع اللي هي البنيه التحتيه الجديده وبناء شبكات صرف صحي وشبكات ميه حلوه وكهرباء والاهتمام بالتعليم والمدارس. وربنا يعينك يا ريس ويقويك، واحنا في دارك ان شاء الله. وكل سنة حضرتك طيب يا ريس. شكرا جدا. وانت طيب يا محمد، ما تقعدش لو سمحت يعني. انا عايز اقول لك على حاجه، كلامك جميل ومهم ان احنا كلنا كمصريين يعني نعرف ان يعني ان الكلام اللي محمد بيقوله ده يعني كان ضروري قوي يا محمد، وانا بقوله تاني عشان الناس تسمعه. ما كانش في حل تاني ان احنا نسيب بعد موضوع الأحداث بتاعة 2011 حالنا من غير ما نغيره ونجري عليه، مع الوضع في الاعتبار انك انت. عايز اقولك محمد، احنا 2011 للنهاردة تقريبا دخلنا في اكتر من 11 سنة. انا بقولك ان احنا زدنا حوالي 25 مليون او 20 مليون، رقم كبير قوي. وزدنا 2.5 مليون سيارة. طب ده علاقته ايه بالكلام اللي انت بتقوله اللي احنا ماشيين فيه؟ الدولة لازم تتحرك بمعدلات نموها عشان أولا تعوض النقص اللي كان موجود قبل كده، أو العجز اللي كان موجود قبل كده في مرافقها. أنت بتقول حياة كريمة، إحنا شغالين في مرحلة وبنتمنى إن إحنا نخلصها قريبا يعني. في مرحلتين تانيين، أنت بتتكلم على حياة 60 مليون، بتتكلم على حياة 60 مليون إنسان عايز تحسن من حياته، عايز تعمل لهم صرف صحي كويس. عارف يعني ايه انسان يقعد يعني يبقى البيت بتاعه الصرف الصحي فيه مش ادمي يعني؟ انت بتتكلم مش على اسره ومية والف، احنا بنتكلم على ملايين. نفس الكلام في ميه الشرب، نفس الكلام في الكهرباء بشكل او باخر، ثم بقيت الحاجات الاخرى اللي بنعملها.
انا بس هنا بسجل في اللقاء ده معاكوا عشان تقولوا ايه. طب ما الفلوس اللي انت بتصرفها دي كتير قوي كتير. طب انا هقول لك يا محمد يعني، طب ما الشقه بتاعت الاسمرات كتير كتير قوي كمان. طب ما اللي قبل مننا ليه ما عملوش؟ عشان كتير. بس فضلت اهالينا يعني بيقاسوا، وعمر المجتمع اللي يرضى ان ناسه تقاسي وما يجريش عليهم ويحاول يساعدهم. هقول لك كلام غريب شويه يعني، كتير من الناس يقول لك انت بتتكلم كده كتير ليه؟ لان هي الحقيقه كده. الحقيقه ان ربنا بيساعد اللي بيساعد. ربنا بيساعد ايه؟ اللي بيساعد. اللي بيساعد. طب ما تساعدش خلاص. وعشان كده لما نيجي نتكلم النهارده احنا بنتكلم في 300,000 شقه زي اللي في الاسمرات في اسكندريه وفي كل حته في مصر. كم؟ 300,000 شقه. لو تسعروا النهارده، سعروا النهارده ب 300 مليار جنيه. ولا انا اقول يا دكتور مصطفى؟ لا صحيح، 300 مليار جنيه. يعني لو كنا استنينا قلنا لما ربنا يسهل لنا ونبقى معانا ونشوف الناس زيت بعد كده وهم بيتألموا وبيقاسوا هم وعيالهم واحنا مش بنعدي عليهم ومالناش دعوه. طب لما عملنا كده ولسه بنعمل، هو احنا هنبطل عمايل تفتكر؟ لا طبعا، لسه. لا لسه نعمل اكتر واكتر واكتر ونحسن على قد ما ربنا يقدرنا. فانا بس ارجع تاني على موضوع حياه كريمه. انا بكلمك في 60 مليون تقريبا، بقول ارقام نحفظها كلنا. 60 مليون نسبة كبيرة جدا منهم كان ساعة لما يعني ربنا أراد أن أنا بقى موجود هنا في المكان ده، كان النسبة اللي موجودة 12-13%. ولا أنا ها الصرف الصحي اللي كان موجود في 12%. أنت عايز توصل من 12% لـ100%، واخد بالك؟ وحاجات أخرى كتير. فالنهاردة لما نتضافر كلنا، كلنا بنقاس يا محمد دلوقتي عشان الأزمة الاقتصادية وانا بعترف، بس في الاخر الناس البساط اللي زي حالتنا كده يقول لك الايه، البطن ما بتفتش. ما بتتفتش يعني ايه ما بتتفتش؟ يعني اي حاجه ممكن تبقى اي حاجه، بس المهم ان حياتنا الكريمه لكل اهلنا لكل الناس اللي ظروفها صعبه وبتقاسي ما نهوضش نتفرج عليهم. طب الكرم هيجي امتى؟ الكرم اللي احنا بنحلم بيه. انا بحلم بكرم، احلم اقول له يعني طب ادعوا لنا، طيب ادعوا لنا والناس اللي في البيوت الطيبه كبار والناس الطيبين تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يفيد علينا من بركاته يعني في الايام الكريمه ديت. اخواننا المسلمين واخواننا المسيحيين دي ايام كريمه جدا جدا، الكل صايم. ادعوا لنا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يفيد علينا من بركاته عشان نعمل اكتر. احنا ما بنعملش حاجه شر ابدا، ما بنعملش يا محمد ايه حاجه شر. الحمد لله، هنبقى دايما بنى وتعمير وتنميه واصلاح ومدارس. انت اتكلمت على التعليم، في التعليم باختصار انتوا شفتوا كنت من يومين كده كنت انا موجود في الاكاديميه العسكريه، فكنا عاملين جمعنا مجموعه طيبه من معلمين خدمه 10-15 سنه عشان نختار منهم مديري مدارس. نختار ايه؟ مدير مدارس. الفكرة ايه كلها؟ ان احنا قلنا نختارهم ونعمل لهم تأهيل دبلومة لمدة 6 شهور ونبتدي، بدل ما نقول ان انا هصلح كل المدرسين صعب، 1.5 مليون مدرس، لكن نخلي النهاردة لو انا بقى عندي 500 معلم 500 مدير مدرسة ناظر يعني، ورحت مدخلهم وجهزتهم كويس ودخلتهم على المدارس، يبقى انا حطيت روح مختلفة في المدرسة ديت. وكلمت معهم كتير، قلت لهم تفتكروا أنا مستعد أديكوا تكلفة التشغيل اللي احنا بندفعها كوزارة التربية والتعليم لبعضهم؟ يعني تفكروا هل تحبوا ان احنا نخلي بعضكم يدير مدرسة بنفس الشروط اللي احنا ماشيين بيها يعني من غير تغيير؟ كلام كتير قوي قوي بنعمله، لأن التعليم اللي انت بتكلم عليه واللي احنا بنحلم بيه اكتر كتير من اللي احنا فيه، وانا بعترف اكتر كتير، بس من غير ما تكون ايدينا مع بعض
صعب يا محمد نطلع قدام، لان ظروفنا صعبه. انت عارف احنا عندنا عددنا كام؟ 105 مليون في التعليم، 25 مليون في التعليم الاساسي، 25 مليون. والتعليم الجامعي 3.5 4، مش كده؟ 3.5 4 مليون في التعليم الجامعي، يعني تقريبا 30 مليون على بعضه. ده دولتين ثلاثة مع بعض، دول ايه؟ دولتين ثلاثة مع بعض. انما لو ربنا وفقنا وعرفنا نعمل تعليم كويس لهم قوي، احنا هنبقى في حته تانية. فانا سعيد بكلامك الجميل، وكل سنه وانت طيب. حضرتك طيب خالص، شكرا. وفي ختام يوم مليان بالدفء والمشاعر الانسانيه الجميله، بنشكر رب الاسره ورئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التقليد الطيب. نستخدم حضرتك يا فندم في كلمه ختاميه في نهايه هذا الحفل. انا مش هقول كتير اكتر من انا مره تانية انا برحب بيكم وسعيد ان انا موجود معاكم، ودايما ايامنا تبقى دايما احنا كلنا مع بعض، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ويمكن الكلام مع بعض اللي انا قلته من اوله لاخره، سواء مع يعني لوران او يوسف او الحاجه نعمه او الحاجه منال او محمد، يعني هو ان احنا دايما كاسره واحده، أسرة مصر، لازم يكون أولا عندنا أمل كبير، في ثقة كبيرة جدا في نفسنا، لأن اللي اتعمل بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهدكم كتير قوي. طب ولسه شغالين؟ طبعا لسه هنعمل أكتر إن شاء الله. في ظروف صعبة مفيش كلام، لكن الدنيا ماشية، وإحنا عشان نخلي الدنيا ماشية في ظل الظروف ديت، شوفوا اللي هي عايزاه، شوفوا اللي هي عايزاه. حاضر حاضر، انا اجي اسلم عليك، انا حاجه اسلم عليك والله. طيب حابب اوضح لحضرتك النهارده بفضل الله المدرسه لو هي بتعلم، فاصول الثقافه برضو بتعلم، يعني مراحل تعديل الثقافه للاطفال عشان يوصلوا بناتج زي اللي حضرتك شفته مع اولاد حضرتك اللي انت شفتهم وهم داخلين. هم دول ولادنا يا فندم. طبعا طبعا ولادنا دول بيوصلوا رساله لحضرتك. الطفل ما بيعرفش يجمل في الكلام، صحيح. عشان كده لما باجي اقعد معاهم ويعني اتناقش معاهم كأب، لاني انا لما بسيب ولادي في المدرسه برجع بعد كده الاقي ولادي في الموجودين في قصر الثقافه، ما باجي اقعد معاهم بيوصلوا رساله لحضرتك، بيقول لحضرتك اللي احنا بنشوفه هو مش 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 صوره يعني خياليه، لا دي صوره طبيعيه. فاسمح لي بالنيابه عنهم بكل صدق وبكل احترام، بصراحه انا يعني النهارده فعلا بشوف سياده الرئيس الانسان البسيط، فبصراحه انا احيي حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتفضل استاذ. فانا بشكرك وبقول تاني مره تانيه ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الايام ديت ايام كريمه ومباركه علينا كلنا. الصيام اللي احنا صايمينه المسلمين والمسيحيين ده معناه حاجه جميله قوي. نعم نعم، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتشرفنا بوجود حضرتك في الاسمره. متشكر متشكر. انا اسمي منال صالح، جايه من منطقه السيده زينب. لما جينا وشفنا الاسمرات كان حلم ما كناش نتخيل ان احنا نحلمه في يوم من الايام. انا لو هتكلم عن نفسي، انا عندي 36 سنه ما شاء الله، بكالوريوس تجاره، عمري ما فكرت اشتغل. كان بيتحقق بالنسبه لنا فرص عمل في كل الاماكن. بدانا نحلم، وحضرتك اللي خلتنا نحلم. انا بتمنى من حضرتك طلب واحد بس، اتفضلي. فرص عمل للشباب. طيب يا استاذه منال، اتفضلي استريحي. اتفضلي. شكرا. اتفضلي. انا عايز اقول حاجه جميله جدا. انت عارفه مثلا كل 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 سنه تقريبا، يعني منذ انا توليت المسؤوليه لغايه النهارده، عدد الشقق اللي ممكن تكون، انا بتكلم اللي الدوله يعني مش المطورين العقاريين ولا ايه يا دكتور مصطفى، احنا بنتكلم في 2 مليون وحده، مش كده؟ 2 مليون وحده، ويمكن يكون ربعهم او اكتر شويه بيعملوه المطورين العقاريين، غير المساكن اللي بيعملوها الاهالي. يعني انا مش بتكلم على، بقول ايه، بقول ان ده فرص عمل في كل الاعمال اللي مرتبطه، وهي مهن كتير قوي بالمناسبه في اللي احنا بنتكلم فيه ده. وهنا النقاش لينا كلنا، يتقال ايه؟ طب انت بتعمل ده ليه؟ انا بخلق فرص عمل للناس دون ان ادخل في موضوعات معقده جدا جدا،
لكن لو انا النهارده بعمل مشاريع زي البنية الأساسية اللي بنتكلم عليها ديت، المواد بتاعتها موجودة في مصر في الغالب يعني، فبتشغل مصانع كتير 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 وبتشغل ناس كتير في الموضوع. وبعدين برضو احنا ماشيين في سكة ان احنا يبقى عندنا شغل تاني. انت عايزة 700,000 فرصة عمل في السنة، دول هم بيتخرجوا من الكليات مش كده دكتور مصطفى ولا انا؟ طب في كمان جمع منهم قد ايه من الدبلومات والكلام ده؟ يعني 1,000,000 فرصة عمل في السنة. عارفة 1,000,000 فرصة عمل ده يعني ايه؟ ده رقم ضخم جدا. الدول عملاقة ما بتقدرش تعمل ده، رغم ان هي ما عندهاش النمو السكاني بتاعنا، لكن احنا بالرغم من كده بنحاول بدليل. احنا نسبة البطالة عندنا 7.4%، ودي نسبة تعتبر بالنسبة للدول كتير، يعني نسبة تعتبر في ظل الظروف الاقتصادية اللي هي الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي تعب الناس، دي تعتبر نسبة كويسة قوي. طب عايزين نقللها طبعا ونعمل فرص عمل أكتر بكده طبعا، ما فيش كلام. طب على كل حال الحمد لله أن أنت ارتحتي هنا، وإحنا ماشيين في برنامجنا وبنحلم، وثقي من أن ربنا سبحانه وتعالى بصبرنا وجهدنا وإخلاصنا وأمانتنا وشرفنا، لازم تعرف أن المسيرة دي هتكلل بفضل الله سبحانه وتعالى بالنجاح، بفضل الله سبحانه وتعالى. كل سنة وانتم طيبين. حاجة أسلم على حضرتك.